مشاهدينا الكرام، لا زال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في تقدم مستمر نحو العاصمة صنعاء. اليوم تمت السيطرة على هذه الجبال، السلسلة الجبلية التي ترونها أمامكم وهو يسمى جبل البياض، تمت السيطرة عليه من قبل الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في ساعات الصباح الأولى، ثم زحف الجيش الوطني والمقاومة الشعبية إلى هذه الجبال، وهي جبال تسمى الأكحل. جبال الأكحل هنا تقع في هذه الجهة ومسيطرة على قرية ووادي محلي. هذا الوادي الذي تمر منه ويمر منه خط مأرب صنعاء. أيضا تقدم الجيش الوطني من عدة محاور على قرية محلي، وهي الآن تعتبر محاصرة من جهتين. سيتقدم الجيش الوطني إلى قرية محلي ويقوم بقطع الإمداد عن طريق قطع خط مأرب صنعاء، وبذلك يكون الجيش الوطني والمقاومة الشعبية قد عزلت الحوثيين وقسمت جبهة الحوثيين إلى نصفين. النصف الآخر يصبح طريق إمدادهم الوحيد من الجوف، والنصف الآخر من العاصمة صنعاء. وهذا هو تقدم يعتبر تقدم استراتيجي أحرزته المقاومة الشعبية والجيش الوطني. محمد عبد الكريم، مديرية نهم صنعاء.